مبديع الأرض والسماء مجدا له إلى الأبد المجد والجلال الآن والعزة مع السلطان لله فدينا مجد وحمد كله الرب ينبوع الحياة باري جميع الكائنات مبديع الشمس والأفلاك عرشه فوق السماء والفقراء من كل ما تحت السماء يصعد للباري الثناء والحمد من كل الأفواه لاسم المسيح ربي لا تنتهي وقوله الحق المبين وحمده في أرضنا يبقى لدهر الدهير. ننشد للرب معطي كل الموارد مبديع الأرض والسماء مجدا له إلى الأبد المجد والجلال مع السلطان لله فدينا العظيم مجد وحمد كلنا الرب ينبوع الحياة باري جميع الكائنات مبديع الشمس والأفلاك عرشه فوق السماوات. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح فيه ولنتهلل. إخوتي، في زمن الفصحي وفي هذا الشهر المريمي يسرني أن أمنح سر الميرون والمناولة الأولى لنخبة من صغارنا الأحباء. أحييكم جميعاً. أشكر كاهن الرعية الفاضل الأب خليل لدعوته لي كي أحتفل وإياكم في هذا المساء. أحييكم جميعاً، أحيي الراهبات، جميع الأهل، الأشابين، الكشاف وجميع الفعاليات قدام الهيكل، الأخوات الراهبات الجميع. ونبدأ قداسنا بفعل توبة نادمين عن خطايانا كي نكون مستعدين لنيل هبة جديدة من هبات الروح القدس.
أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. نسبح الرب العلي. هللويا هللويا. نبارك الملك السماوي. هللويا هللويا. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. نسجد للابن الوحيد. هللويا هللويا. نشكره لعظمة مجدي. هللويا هللويا. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. أنت وحدك القدوس. هللويا هللويا. أنت وحدك العلي. هللويا هللويا. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. لنصلي. نسألك أيها الإله القدير الرحيم أن يحل علينا روحك القدوس فيسكن فينا ويجعل منا هيكلا لمجدك. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. فانطلقت من السماء بردة
الشكر لله. روح الرب علي مسحني وأرسلني ليبشر المساكين. علي صوتك. روح الرب علي مسحني وأرسلني ليبشر المساكين. الجميع يرجونك لترزقهم أكلهم في أوانه، ترزقهم فيرتقون، تبسط يدك فيشبعون خيرا. روح الرب علي مسحني وأرسلني ليبشر المساكين. هل صوتك ترسل روح الرب يخبرك وتجدد وجه الأرض ليبقى مجد الرب إلى الأبد ليفرح الرب عنهم. روح الرب علي مسحني وأرسلني ليبشر المساكين. روح الرب علي مسحني وأرسلني ليبشر المساكين. القراءة الثانية. جسد واحد وروح واحد وروحية واحد. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. يا أخي يناسبكم أن تستجيروا في الرب، أن تسيروا سيرة تليق بالدعوة التي دعيتم إليها، سيرة نبغى الظواهر والوداعة والصبر، فيحتملوا بعضكم بعضا في محبة ويجتهدوا في المحافظة على وحدة الروح برباط السلام. فهناك جسد واحد وروح واحد، كما أنكم دعيتم دعوة وجاءها واحد، هناك رب واحد وإيمان واحد ومعبودية واحدة وإله واحد أب لجميع الخلق وفوقهم جميعا يعمل فيهم جميعا وهو فيهم جميعا. كلام الرب. الشكر لله. Alleluia, Alleluia, Alleluia. الرب معكم. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: إذا أحبني أحد حفظ كلامي، فأحبه أبي ونجيء إليه ونجعل لنا عنده مقاما. من لا يحبني
لا يحفظ كلامي، ليس كلامي من عندي بل من عند الذي أرسلني، قلت لكم هذا الكلام وأنا مقيم معكم، ولكن المؤيد الروح القدس يرسله الآب باسمي هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. روح الرب علي لأنه مسحني وأرسلني. حضرة كاهن الرعية الفاضل، الأخوات الراهبات، أيها الأبناء الأحباء، يا ليتنا اليوم نتذكر من هو الروح القدس الذي سيمنح لصغارنا من خلال سر الميرون المقدس. هذا الروح القدس هو نفسه اللي حل علينا وإحنا صغار لحظة عمادنا. نحن ننال الروح القدس ونصبح هياكل الروح القدس عندما نعتمد، وهذا الروح نفسه بعطينا المواهب السبعة، وبعد شوي منا نذكر هذه المواهب السبعة مع الصغار اللي قدامنا، وبتأمل إنكم تعلمتوها وحفظتوها، مش هيك؟ حفظتوا المواهب الروح القدس السبعة. هذه المواهب بتسمح لنا نعيش وإحنا كبار حياة إنسانية ومسيحية بسهولة أكبر. شبهوا مواهب الروح القدس بالمجداف تبع السفينة، حتى السفينة تتقدم أو القارب يتقدم في البحر لابد من مجاديف. المواهب السبعة تساعدنا لأن نتقدم في رحلتنا عبر بحر هذا العالم. لنتعرف على المعطي من خلال العطية، على الواهب من خلال الموهبة، وعلى المحسن من خلال الهدية. ما هي مواهب الروح القدس السبعة؟ الأولى، أول موهبة تبدأ بحرف الحاء، الحكمة. عظيم. الحكمة هي أول موهبة من مواهب الروح القدس. من هلا نسمع المواهب الأخرى، يمكن مش حافظينهم بالترتيب بس امشوا معي. أولا الحكمة، ثانيا الفهم، ثالثا المشورة، رابعا العلم، خامسا القوة، سادسا التقوى، وسابعا مخافة الله. عظيم. نحكي فقط عن موهبتين من المواهب السبعة. موهبة الحكمة، لو خيرتم أن تكونوا أذكياء أو حكماء ماذا تختارون؟ لو قلنا لك بتحب تكون ذكي ولا حكيم، شو بتختار؟ ذكي؟ مين بده يكون ذكي؟ طيب مين بده يكون حكيم؟ يعني أنا مع الأقلية الصحيح، أنا بفضل أكون حكيم، لأنه كثير أذكياء استعملوا ذكائهم للشر. الذكي مش دائما بيعمل صح، في أذكياء أشرار بيستعملوا الذكاء للشر، لكن الحكيم، الحكيم لا يخطئ لأنه عنده ذكاء رباني. ربنا بعطيه ذكاء خاص بحيث يتعرف على الخير والشر ويقبل على الخير وينبذ الشر. لما سليمان الحكيم خير، ربنا سأله بدك الغنى ولا الحكمة؟ شو طلب سليمان الحكيم؟ الحكمة. ربنا أعطى مع الحكمة الغنى. هذا ممتاز، لأنه إذا واحد غني بدون حكمة شو بيعمل؟ بضيع مصرياته، ببذر، فيش حكمة، فيش تفكير، فيش تدبير. بينما الحكيم بيشتغل
وبربح مال وبيعيش بكرامة. الحكمة أهم من المال، الحكمة أهم من الذكاء، رغم أن الحكمة فيها ذكاء أيضا، لكن هو ذكاء يمنحنا إياه الله من خلال مواهب الروح القدس. الحكمة تجعلنا نأخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح في الزمان الصحيح. إذا قررنا كان سليم حياتنا تكون سليمة، وإذا أخذنا قرار غلط زي اللي بيمشي في الأوتوستراد في الطريق الغلط وبضل ماشي غلط للأخير لأنه صعب التراجع. الحكمة تجعلنا نقول الكلمة الصحيحة والمناسبة في الوقت المناسب وأمام الشخص المناسب، كما أن الحكمة تضبط لساننا لكي يمتنع عن كلمة سوء نحن مجربون أن نقولها. يعني بعض مرات الحكمة تعلمنا مش الكلام، الصمت. الحكمة تعلمنا أن نتكلم أو أن لا نتكلم، وهذا إشي مهم لحياتنا. الحكمة تجعلنا نميز إرادة الله تعالى في حياتنا. الإنسان اللي بيتبع مخطط الله على حياته هذا الإنسان ينجح في حياته، لأن ربنا كأب حنون خطط لكل واحد منا حياة مناسبة. إذا ميزنا مخطط الله على حياتنا طبعا بتنوير من الروح القدس فإننا نكون في الصراط المستقيم. إذا بواسطة الحكمة الإلهية نحن أيضا نميز الإرادة الإلهية على حياتنا. ولكن لكي نعيش وفقا للحكمة يلزمنا قوة. قوة، لما بنتكلم عن القوة ما بنتكلم عن قوة العضلات، ما بنتكلم عن قوة النفوذ والمال والتسلط. عندما نتكلم عن القوة بنتكلم عن قوة الإرادة، يكون عندنا إرادة قوية بحيث نقول نعم للخير ولا للتجربة والشر. موهبة القوة تعني أيضا الصبر في الشدائد في المرض. القوة تعني التصدي للتجارب ومقاومة تجارب إبليس. إبليس بيجربنا، في ناس بيفكروا إبليس في المخيلة، إبليس مش موجود، اخترعوه حتى يخوفونا بإبليس. إبليس موجود، هو اللي جرب يسوع مدة 40 يوم في الصحراء ويسوع غلبه، ونحن مع يسوع سنغلب إبليس وبقوة الروح القدس. إذا موهبة القوة هي الصبر، المثابرة، الثبات على الصلاة. أنا بحاجة لقوة الروح القدس حتى كل حد أجي أصلي، لأنه الخطر بعد ما نتثبت نفكر حالنا ختمنا خلاص، هلا صلينا وأخذنا الروح القدس منقول باي باي للكنيسة ونبطل نصلي، إحنا ثبتنا خلاص ما ضل شيء نأخده. مظبوط هالحكي هذا؟ بعد سر الميرون منقول باي باي للكنيسة؟ بالعكس، مننا نصير نيجي، لأن الروح القدس أعطانا موهبة التقوى، والتقوى تعني أن نحب الله، ومن يحب الله يأتي لزيارة بيت الله والاشتراك في الذبيحة الإلهية كل أحد، لا بل أن نصلي كل يوم قبل ما ننام. هذا أيضا يتبع موهبة التقوى التي تعطى لنا. كلمة صغيرة عن ثمار الروح القدس. إذا إحنا استخدمنا المواهب السبع وعشنا بقوة المواهب السبع، ماذا نثمر؟ ما هي الثمار الصالحة التي تنتج عن أعمالنا؟ القديس بولس بيسميها في رسالته لأهل غلاطية، بيسميها على سبيل الذكر وليس الحصر، بذكر 9 في بعض النصوص بذكر 12، لكن ثمار الروح القدس هي أكثر بكثير مما يذكره القديس بولس. بذكر الفرح، الفرح ثمرة من ثمار الروح القدس، الفرح عكس الحزن، الفرح، المحبة، السلام، طول الأناة، الصبر،
الصفح يعني التسامح، الغفران، الإيمان، العفاف، الوداعة. ممكن نزيد كل ثمار الروح القدس الأخرى مثل الوحدة. الوحدة يعني الاتحاد في العيلة. كم عائلاتنا بحاجة إلى الروح القدس لتعيش متحدة، وحدة بين الرجل والزوج والزوجة، بين الأبناء وأهلهم، بين الأجيال المختلفة ضمن نفس العيلة. الوحدة اليوم صارت أو غيابها مشكلة كبيرة. كثير عائلات تعيش متمزقة. إخوتي، الانقسامات والتمزق هو ثمرة الروح النجس، هو من فعل الشيطان. بينما الوحدة، الاتحاد، الانسجام، الاتفاق، التوافق، التشاور، العمل معا كفريق واحد، هذا كله هو ثمرة من ثمار الروح القدس. بدي أنهي بكلمة صغيرة عن القربان الأقدس، المناولة اللي راح تتناولوها للمرة الأولى. لما الكاهن بأخذ الخبز البرشان والكأس، شو اللي بيخلي الخبز يتحول إلى أمر آخر والخمر يتحول إلى دم المسيح والخبز إلى جسد المسيح؟ بقوة الروح القدس. الكاهن في القداس قبل ما يقول هذا هو جسدي هذا هو دمي يستدعي الروح القدس. هذا الروح يحل على القرابين ويحولها. وبعدين لما إحنا بنتناول جسد يسوع، الروح القدس بدوره يحولنا نحن كما حول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دم المسيح. نحن المتناولين يحولنا إلى صورة المسيح في البر والقداسة. لذلك كانت المناولة الأولى، وكل مناولة هي هبة عظيمة من هبات الله، لأننا نتحد بالمسيح نفسه، هذا المسيح اللي شفى المرضى، مشى على الماء، هدأ البحيرة، أقام الموتى، غفر الخطايا، كثر الخبز. هذا المسيح سوف يصبح معنا واحدا من خلال المناولة المقدسة اللي ولا واحد فينا بيستحقها. نحن قبل ما نتناول منقول يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. فيش واحد فينا بيستحق المناولة، لأن القدوس، قدوس الله المسيح، يحل فينا نحن الخطأ، لكنه يحل فينا لكي يقدسنا وينقينا ويقوينا ويغذينا. أخيرا أريد أن أهنئ الصغار على هذا اليوم المشهود، يوم التناول الأول والميرون. بدي أهني وأشكر الأهل اللي تعاونوا مع الكنيسة، مع الكاهن، مع الرهبات، لكي يتحضر أبنائهم أفضل تحضير لهذين السرين. أبارك لهما وأبارك للأشابين اللي دورهم مهم في مساعدة الأهل على تربية هؤلاء الصغار تربية إنسانية ومسيحية. مبروك للجميع، وكل عام وإنتم بألف خير. والآن قبل منح سر الميرون راح نطرح أسئلة على الصغار كي يكفروا بالشيطان ويعلنوا إيمانهم بيسوع المسيح. نطلب من الجميع يشاركوا بالأجوبة، لأننا كلنا أيضا نجدد مواعيد عبادنا بهذه المناسبة. لطفا وقوف. أيها الأبناء الأحباء، قبل أن تنالوا الروح القدس اذكروا الإيمان الذي أعلنتموه أنتم أو أعلنه أباؤكم وأشابينكم وجماعة الكنيسة يوم اعتمادكم في المسيح. أتكفرون بالشيطان وبجميع أعماله ومغرياته؟ أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بيسوع المسيح ربنا ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وقبر وقام من بين الأموات
وهو جالس عن يمين الآب؟ نعم مؤمن. أتؤمنون بالروح القدس الرب المحيي الذي سيوهب لكم اليوم بنوع فريد في سر التثبيت المقدس كما وهب للرسل يوم العنصرة؟ نعم مؤمن. أتؤمنون بالكنيسة الكاثوليكية وبشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ نعم مؤمن. هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا، آمين. أيها الإخوة الأحباء، لنصلي إلى الله الآب القدير كي يرف بأبنائه هؤلاء الذين ولدوا بالعماد ولادة جديدة، ويفيض عليهم الروح القدس فيثبتهم بمواهبه الغزيرة ويجعلهم بمسحته أكثر شبهاً بالمسيح ابن الله. لحظة صمت، لحظة صمت، نطلب حلول الروح القدس علينا وعلى صغارنا. أيها الإله القدير، أبا ربنا يسوع المسيح، لقد ولدت عبيدك هؤلاء ولادة جديدة من الماء والروح القدس، منقذاً إياهم من الخطيئة، فأفض عليهم الآن يا رب روحك البرقليط، هب لهم روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى، واملأهم من روح مخافتك بالمسيح ربنا، آمين. هيا روح الخالقين واملأ عقول خلائقين، جد بالسخاء الفريق لقلوب كل المؤمنين، أنت المعزي في الكروب يا منحة العالي الوهوب، نبع الحياة على بحناجري يا منيا بذخ
خير نور ظلام بصائري وافض بينا الحب الثمين شدد بقوتك الجسوم أقص الخصوم ذوي السموم أبنى السلام كما ترون نام المضرات اللعين أنعم علينا يا كريم أن نعرف الآب الحليم والابن إذا أنت روحهم المعين المجد لله بالمجيد ولابنه البكر الوحيد والروح محين الفريد أبدا للدارين. والآن بعد أن نال صغارنا وأحباؤنا سر الميرون ومواهب الروح القدس نريد أن نشكر الله وأن نطلب منه ما نحتاج إليه. من أجل قداسة البابا فرانسيس وجميع الأساقفة والكهنة والمكرسين كي يظل العلامة البارزة لحضور المسيح في العالم إلى الرب نطلب. استجب يا رب. استجب يا رب. من أجلنا نحن متقدمين إلى المناولة الأولى كي تسير الطوفان التي جرعت في قلوبنا يجبو الرجاء والقداسة إلى رب المخلوق. استجب يا رب. استجب يا رب. من أجل أن المربين كي يدركوا المسؤولية الروحية التي تقع على عاتقهم فيكونوا مثالاً لنا في الحياة المسيحية الحقيقية بنعمة الروح القدس إلى الرب. استجب يا رب. استجب يا رب. استجب يا رب. استجب يا رب. استجب يا رب.
استجب يا رب. استجب يا رب. أيها الإله الذي منحت رسولك الروح القدس وأردت أن يمنح لسائر مؤمنيك، اجعل الإيمان الذي انتشر في كل مكان في أوائل البشارة الإنجيلية يستمر بالنمو في قلوب المؤمنين. بالمسيح ربنا آمين. ما أشد رغبتي فادخل إلى قلبي من كل حواسي، ادخل مع النور إلى عيني ومع الهواء إلى رئتي ومع الألحان إلى أذني. ما أشد رغبتي يا إلهي في أن تمتلكني بكليتي، فادخل إلى قلبي من كل حواسي، ادخل مع صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل رب الذبيحة عن يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة لأسمها. نسألك أيها الرب العطوف أن تتقبل قرابين أبنائك وأن تعمل على أن يكونوا أكثر شبهاً بابنك الوحيد، فلا ينقطع عن الشهادة له، مشتركين في تذكار فدائه الذي به استحق لنا أن نعطى موهبة الروح القدس، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا لنشكر الرب إلهنا، إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان. أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا، فهو بعد صعوده أعالي السماوات وجلوسه عن يمينك أرسل الروح القدس الموعود به إلى أبناء التبني. لذلك من الآن وإلى الأبد ومع جند الجيش السماوي لك نسبح خاشعين صارخين وهاتفين. قدوس 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 أنت الرب القوي الإله العظيم، هوشنا في الأعالي مبارك.
حقا إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها الإيمان والمحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس أساقفتنا بيير باتيستا وأسقفنا ويليام وجمع الأساقفة والكهنة والشمامسة، واذكر وبارك يا رب شعبك المؤمن بأسره. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة، وإياك نسأل يا رب أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع مريم البتول والدة الإله والرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل، لنسبحك ونمجدك إلى الأبد، أنت إلهنا الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر فنقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، واضطنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم وسلام أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، تنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت إلهنا الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. ومع روحك أيضا. لنتبادل سلام المسيح. أبونا مبروك.
يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا العالم امنحنا السلام، امنحنا السلام، هو ذا حمد الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. في غرات الأحد الساعي لاحت علامات ضفاف، إذ قام فادينا الماجي وعلى الأبالسة انتصر. فلنتلو آيات الناشي، هاليلويا 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 هاليلويا. سر افراحي يا مريم بقيامات البكر الحبيب، فهو القدير الأعظم والقاهر الموت الرهيب. فبمدحه نترنم هاليلويا 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 هاليلويا. بشرى أتتها الأيام من مرسل الرب القدير، الرب قام من المام بالعز والنصر الخطير. فلنمدح محيي الرفع هاليلويا 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 هاليلويا. قد قام بكر الرقيق بشرى لي من هم في القبور، إذ هم جميعا قائم يوم القيامة والنشور.
فيشيد أجناد اليمين. هاليلويا 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 هاليلويا. أحيا راجا كل الآن وحب الرضا مع السلام والصلح وخير الويا. فله نسبح للدوام هاليلويا 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 هاليلويا. أؤمن بالله. صفحة 412 412. أؤمن بالله خالق السماء السماء والأرض وما فيهما صانع الأكوان آب للملا. أنت الحق وأنت النور خذ منا الولا في دروب الحق في طريق النور. قدنا قدنا بهداك. أؤمن بالله ابنه الوحيد مساو في الجوهر للآب المجيد فان للأنام بحب فريد. ابن الله قد تأنس من أم طاهر من أجل تألم ابن مريم. رنم له ترنيما أؤمن بالروح محين العجل ساكن النفوس حبه لهيب ملهم الإنسان في كل زمان نطيق بالأنبياء مصدر الإله قدم له الإكرام أعزف الأنغام ارفع له التسبيح. أولين القيامة في دار الأحياء وحياة النفس في دار البقاء. أؤمن بالكنيسة أما للأنام فيها الحق ويا الحب مصدر الإنعام. وحد ربي شملها وابقى معها فليوضح وجهك علي.
أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك مستودعا نفسي وجسدي وأفكاري وحياتي وصوتي فأعينيني يا سيدتي واستمدي لي الحب الحقيقي الكامل الذي به أحب من كل قلبي ابنك الحبيب يسوع المسيح سيدي. وبعد حبي له أحبك أنت يا سلطانتي فوق الأشياء كلها. أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك فاجعليني يا أمي فاجعليني يا أمي بشفاعتك الكلية الاقتدار أن أثبت بهذه المحبة حتى إذ يفصلني الموت من هذه الحياة فقودي أنت نفسي إلى الفردوس السماوي. أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك مستودعا نفسي وجسدي وأفكاري وحياتي وصوتي فأعينيني يا سيدتي واستمدي لي الحب الحقيقي الكامل الذي به أحب من كل قلبي ابنك الحبيب يسوع المسيح سيدي. وبعد حبي له أحبك أنت يا سلطانتي فوق الأشياء كلها. أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. يسوع أنت إلهي
أنت حبيب نفسي أبداً يسوع، أنت من أريد. أسجد أمامك إلهي، أعترف بك ملكي، ها هي حياتي في يديك، افعل بها ما تريد. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا يسوع، أنت من أريد. حبيب نفسي أبدا يسوع، أنت من أريد. تنحني لاسمك كل ركبة، ويعترف كل لسان، اسمك يسوع خلاصي، أردده في كل حين. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا يسوع، أنت من أريد. الأخوات والإخوة الكرام، مع نهاية هذه الذبيحة الإلهية، باسمكم جميعاً بشكر سيادة المطران ويليام على أنه أسعدنا وباركنا بحضوره. أذكركم أن أولادكم تقدموا إلى المعمودية المقدسة وإلى سر التثبيت. اليوم الكنيسة بتسلمكم إياهم، بترجع لكم إياهم معمدين مثبتين في الإيمان. بحب أذكركم على مسؤولية كل أب وأم، كل إشبين. تعرف شو معنى كلمة إشبين؟ يعني كفيل. تسلمت هؤلاء الأطفال من هيكل الرب، حافظوا على هاي الأمانة. أولادكم أمانة برقبتكم أمام الله تعالى. سوف نسأل في يوم الدين أمام عرش العظيم عن كيف ربينا هذول الأولاد. لذلك أترجاكم ترفعوا قلوبكم بالشكر لله تعالى اللي شرفكم بهذا المهام العظيم. أنتم مسؤولين عن هذول الأطفال الشباب والبنات اللي بكرة راح يكونوا مسؤولين عن عائلات مسيحية. زي ما بتربوهم زي ما راح يسلكوا في الحياة. اذكروهم بصلواتكم، عززوهم بمثالكم الجيد، وقووهم على الإيمان. شكراً لتعاونكم معنا في هذه الذبيحة الإلهية. ثم أريد منكم تحية لسير فاتن اللي تعبت معنا جميعاً. ببساطتها وابتسامتها عملها بتربي أجيال. شكراً سير فاتن. كذلك بدنا نشكر الأم الرئيسة، رئيستنا سير جاكلين، والرهبات. نشكر المرتلين وخدام الهيكل والكشافة. أشكر الجميع على تعاونكم. الرب يبارككم ويحفظنا لإياكم.
لنصلي. اشمل دائما ببركتك يا رب أولئك الذين مسحهم الروح القدس وغذاهم سر ابنك المقدس، واجعلهم يتغلبون على الشدائد فيبهجوا كنيستك بقداستهم ويعملوا على ازدهارها في العالم بسيرتهم ومحبتهم بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض، بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدوس. آمين. لنذهب بسلام المسيح. الشكر لله.